استاذ عمرو محب طبعا من الاساتذه الكبيره اللي عندهم اخلاص، عندهم احترافيه، ناس محترمه، بيحبوا النادي الاهلي، بيحبوا فنانه النادي الاهلي، واحنا بنقدم له الشغل. متشكرين جدا لحضرتك ولمجهودك ولتعبك معانا، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي برده مش هيسيب حضرتك وهيفضل في ظهرك وهيفضل وراك، واحنا متشكرين جدا لحضرتك. الدكتور عمرو محب المترجم بتاع النادي الاهلي ده كان من الشخصيات المحترمه جدا. الراجل كان بيقول للاعلام اللي هو اللي يتقال واللي ما يتقالش ما كانش بيقوله. راجل محب للنادي الاهلي ومخلص جدا جدا جدا، من المترجمين القلائل اللي الواحد شافها في النادي الاهلي. والله الدكتور عمرو محب كان راجل محترم وكان راجل مخلص للنادي الاهلي، وكان انا كنت بشوفه دايما في المؤتمرات كان بيتعامل بكل شفافيه، واكيد لو النادي احتاجه في اي منصب هيبقى برضه مش هيأثر في حاجه، وهيبقى لو منصب اعلى من اللي هو كان موجود فيه او اقل حتى من اللي كان موجود فيه هيدي للنادي كل اللي يقدر عليه، يعني لان هو راجل محترم وقضى مع الاهلي فتره محترمه، عمل الاهلي فيها انجازات كبيره، ابطال افريقيا والدوري، وكان مع الكابتن موسيماني برده كان حاجه محترمه جدا. يعني دكتور عمرو محب راجل محترم جدا وافاد النادي الاهلي بشكل كبير قوي، وكان واجهه مشرفه جدا للنادي الاهلي، واحنا كلنا وجمهور الاهلي بنوجه له الشكر. اقول له ربنا يوفقك في عملك الجديد، وان شاء الله مزيد من النجاح. وهو شخصية محترمة يعني، وطبعا ما فيش حد بيخش النادي الأهلي الناس شخصيات المحترمة يعني، وعشان كده النادي الأهلي مش ما حبش يخسره يعني. دكتور عمرو محب طبعا كان معانا في آخر 2 جهاز فني، بشكره جدا على الوقت اللي قضاه معانا، وربنا يوفقه في مشواره اللي جاي إن شاء الله، وربنا يوفق الجهاز الفني الجديد وناخد الكاس إن شاء الله.